مرحبا بكم في اشاري سي بيس. اليوم غادي نقدم لكم بيتزا بسمك معلب. غنحتاجو في مقادير: عندنا عجينه ديال البيتزا اللي غتلقاو الرابط ديالها في اسفل الفيديو غيظهر لكم في الشاشه. عندنا لاصوص ديال البيتزا اللي غتلقاو حتى هي الرابط ديالها في اسفل الفيديو وغتظهر لكم حتى هي في الشاشه. عندنا مجموعه ديال الفرماج، عندنا الموتزاريلا وفرماج احمر، عندنا بصله وحده مقطعه شكل شرائط مدوزه مشحرينها في شي ديال الزيت، عندنا الفلفله مقليه، من هنا السمك معلب والفطر. اول حاجه غادي نديرو لاصوص ديال البيتزا ديالنا على العجينه، كنطلقوها عليها بحال هكا. ما كنكثروش بزاف حيت ما كتفزق ليناش العجينه. كنديرو شويه ديال البصله، كنديرو فلفله، عندي هنا فلفله مقطعه شكل شرائط، عندي هنايا خضراء وحمراء. من بعد كنديرو شامبينيون، دابا كنديرو السمك المعلب. هناخدو شويه ديال الزيت ونكحل غير بهاد الحبات. دابا غادي نديرو الفرماج، غنديرو لا موتزاريلا. كنزيدو شويه ديال الفرماج احمر من الفوق بحال هكا، وكندخلو هاد الفران لدرجة الحرارة 180. كنحتاجو تقريبا ما بين 30 حتى 45 دقيقة باش كطيب لينا مزيان العجينة. وهي البيتزا ديالنا من بعد ما وجدات، كما كتشوفو العجينة كتكون رطبة بزاف وكتجي غنية وعامرة بالفرماج بحال هكا. وبهكا كنوصلو لنهاية الحلقة. إلا عجبكم الفيديو ديرو جيم ويغوتو كيما توصلو من جديد ديالي تابوناو فلاش، نشوفكم في حلقات أخرى مع وصفات جديدة. إلى اللقاء.